بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعون الله إن شاء الله توكلنا على الله محمد وأهل البيت بافتتاح الورشة لتصليح ولف الماطورات، وهذا كله يعود بفضل أستاذنا وكبيرنا الأستاذ خالد المعموري، طبعا صاحب الفضل الأول والأخير لتعليمنا هاي المهنة إن شاء الله، واتخذناها مهنة كمرحلة أولى إنه راح نسويها بالبيت إن شاء الله، بالمستقبل راح نطور نفسنا إن شاء الله ونفتح محل أو نفتح ورشة صناعية. وكل الشكر للأخ الخلوق علي سومر اللي يعني رحب بينا بالدورة وما قصر ويانا، جزاه الله خير. وهاي إن شاء الله وقفة ما ننساها للأخ علي سومر، وطبعا يعود الفضل للاستاذ خالد المعموري ابو احمد، تحياتنا له. وهاي المعدات اليوم ان شاء الله سوقنا من الاخ الحاج ابو جواد من السنك، والمواد اللي اشتريناها يعني نفتح ورشه نقول اوليه بالبيت، وبعد نطور شوي شوي نفسنا. تحياتنا لابو جواد. هاي المعدات اللي اليوم اشتريناهن، هاي المعدات، وطبعا سوينا لوحة مع سيريس، لوحة سيريس، وهاي الشهادة اللي حصلنا عليها استطاعناها استاذ الاخ الخلوق علي سومر. واليوم فتحت هذا شو اسمه الماطور ان شاء الله راح ابدي الالف، بعد ما قطعنا الاسلاك مالته راح نلفه. وهاي المعدات اللي اشتريناها اليوم ان شاء الله، وعزمنا على الله محمد واهل البيت انه راح نتوكل ونشتغل. بالبداية طبعا ورنيش بخاخ، ورنيش عادي. الاسلاك اللي اشتريتها ثلاث نوعيات، 25 و27 و29 اسلاك. ماكينة، طبعا اخذنا ماكينة، هاي ماكينة لف الماطرات، الاسلاك والمعدات هاي اللي قدامنا كلها اخذتها ودونت ملاحظاتي طبعا بالمفكره مالتي. واوفيميتر، جهاز اوفيميتر اشتريت، وهاي مكثفات 15 و20 و5 و10، وبالاضافه للبشارات طبعا اخذنا بشارات، هذا نكرن على الرقم مالتهم. هذني ايضا هاي الرفيعه وهاي السمينه مثل ما يقول، وهاي عوازل شناطات زين. وبعد عندي انا معدات يعني اضافيه، درنافيس على بوكس على اسبانه على اي شيء يعني شاكوج، وان شاء الله هذه نقول مرحله اولى. تحياتنا لكم وشكرا جزيلا للاخ الكبير بعطائه وليس كبير بعمره، الأخ خالد المعموري، وشكرا جزيلا. أخوكم حيدر أبو سيف الساعدي.